زعم البعض أن الدعاء في نهاية الخطبة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، جرى عليه عمل أهل الإسلام، وقد ورد أن النبي دعا مرات على المنبر، دعا مرات على المنبر. وأيضا ذهب بعض العلماء إلى تقوية ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عنه، لأن الحديث فيه علة، أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، وهذا من حديث أبي موسى عند مسلم معلول. وذكر الصنعاني في سبل السلام أن النبي كان يستغفر في أواخر الخطبة للمؤمنين والمؤمنات، قال عليه جمهور العلماء. الحديث ضعيف لكن جرى العمل عليه، رجاء الإجابة. واستل بعضهم الجواز من أمر قد خفي على بعضهم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث الحيض على شهود العيدين، أمر الحيض أن يشهدن العيدين ويعتزلن المصلى، لا يصلين لكن يشهدن، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فأخذ البعض أن التجمع يكون فيه أيضا دعاء من هذا الباب، واضح؟ هذا في مسلم، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فقال هذا مع مظنة الدعوة المستجابة يوم الجمعة والتي لم يحسن فيها بنص، فتجمعهم ودعاؤهم أحرى بالقبول، كذا قال. نعم، هذا رأي الجمهور. جلسة الاستراحة ليس فيها ذكر، عفوا، جلسة الاستراحة في الصلاة وفي الخطبة لا تسمى جلسة الاستراحة، الجلسة بين الخطبتين. إذا الإمام قال استغفروا ربكم، قلنا استغفر الله، لا مانع. يعني هل تتصور أن الإمام إذا قال اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وسع علينا، يفعل كذا؟ أم أن هذا له موطن، ارزقنا أنت الرزاق، تعني التوحيد، يعني أنت الرزاق لا رزاق غيرك. لكن لما قال الرسول اللهم اسقنا، هل قال اللهم اسقنا؟ هل قال ذلك؟ أم أنه ثبت في الصحيحين أنه رفع يديه اللهم اسقنا حتى رؤي بياض إبطيه؟ وكذلك لما قال اللهم حاولينا لا علينا، لم يقل اللهم حاولينا لا علينا، إنما قال اللهم حاولينا لا علينا حتى رؤي بياض إبطيه، في البخاري هذا وذاك. فعمار بن رؤيبة كان له مذهب خالف فيه كثيرا من أهل العلم، كما نقل الطبري عنه أنه لما تكلم بعض بني أمية ودعا بيديه قال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، يقولون عمارة ليس الرسول القائل، لقد رأيت النبي يدعو لا يزيد أن يشير بإصبعه. فحكاه الطبري عن عمارة بن رؤيبة مذهبا في عموم الدعاء، وهذا ليس عليه الجمهور. نعم، ها؟ ثم إنني أقول لك، عفوا، يعني ممثلا فيك السؤال الحوار، يعني هل ورد لديك أي نهي عن رسول الله عن رفع اليدين في الدعاء؟ سؤالي لك، هل ورد عندك أي نهي نهى عنه الرسول؟ عند أي واحد من الإخوة هل ورد أن الرسول نهى عن رفع اليدين في الدعاء؟ لم يرد. شيء آخر، هل ورد أن النبي رفع يديه في الدعاء؟ ورد من عدة وقائع لا تكاد تحصى. نعم، ماذا عندك يا زيد؟
إذا أحدث المأموم وقام يتوضأ يرجع، إيه المشكلة؟ ها؟ أحدث المأموم، المأموم أثناء الخطبة يرجع يتوضأ ويرجع يصلي مع الناس، إيه المشكلة؟ أحدث أثناء الصلاة؟ طيب دعوه يفصح، ولم يوكل واحد منكم للدفاع عنه، ماذا عندك؟ هل أنت تستطيع أن تعبر عن رأيك أو معوز تحتاج واحد يقوي أمرك؟ احنا قلنا هذا، يقول كان يستمع إلى الخطبة أحدث، يريد أن يرجع يتوضأ، سيفرق بين اثنين أثناء الرجوع، هذا مضطر. بارك الله فيك. خلاص سؤال تاني خالص غير اللي انت انت ليه متشدد كده تتكلم بالرفق؟ يعني تتكلم في مسألة فقهية، في مسألة الدعاء للمأمومين أو الدعاء للخطيب، كن رفيقا، مسألة يعني مش مسألة يعني، كن رفيقا شوية. قلت لك الذي ذكرته لك من استحباب الدعاء يوم الجمعة قول الجمهور، نقله عنهم الصنعاني في سبل السلام، ذكرت لك بعض استدلالاتهم، قبلتها قبلتها، ما قبلتها عالق الأمر برفق بس. لا ولا وبعدها الإمام ما يدعو، لا أجيب لك أنت الفيصل عندك أنت، الإمام يدعو على المنبر يقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اصرف الفتن عن مصر وعن بلاد المسلمين، إخوانك العوام مسلمون ولا كفار؟ مسلمون، ما يلزمش كلمة الأخ، الأخ تشملهم تشملهم، يقولون الله آمين وأنت آمين، أنت كده أنت بتعمل كده آمين، وأنت من وجهة نظرك أن هؤلاء مبتدعة، وقد تكون أنت المخطئ، أو هذا مذهبك، أنت بترفع يديك أثناء الدعاء؟ أيوة لا ترفع، إذن هو مذهبك، إذن هو مذهبك الآن، يعني تقول أنا لا أنا أتكلم عن رفع اليدين، إذا قال الإمام يا رب يا رب اصرف عن بلادنا السوء والمكروه، والناس قالوا آمين وأنت قال اسكت، مش بشاور نفسك تقول آمين وحتى لا تقولها، ماذا أنت بتقولها ولا لا بتقولها؟ يبقى أنت مقر الدعاء. طيب لماذا أقررت الدعاء ومنعت رفع اليد؟ جايز هذا، جايز هذا، اللهم آمين اللهم آمين، بس الأمر واسع يعني، لأنني سألتك سؤالا، هل ورد نهي؟ قلت لا. هل ورد فعل؟ قلت ورد الفعل، إن الله ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. أقول هذا الكلام عارف إن في الوجوه مستغربة، لأن هم كده مساجد الإخوة، لأن عرفت أن الإمام يخطب وهم كده، واحد يقول أمين على حياء ووجل في نفسه، وطبعا لا يرفع، هم لا يرفعوا، ولكن واحد يقول أمين، بس يقول مبتدع دولة كما دولة. هذا الله يرحمه، والله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ صفوت نور الدين إذا كنت تعرفونه، الله يرحمه رحمة واسعة، يقول إنني ذهبت إلى أمريكا والأخ خطب خطبة طيبة جدا عن التبرج، وعن يعني الحث على العفاف، وقال والله أبكانا من الخطبة وحسنها، ومادة علمية صحيحة. بعد الخطبة ما انتهت والحمد لله صلينا، قام واحد يرفع يدي، يا فضيلة الشيخ خير يا رب، قال خطبة طيبة لكنك مبتدع. ليه مبتدع؟ دعوت على المنبر، بقيت بقول يا رب ارزق بناتنا العفاف، ارزق بناتنا العفاف. قال دعوت على المنبر؟ قال نعم دعوت على المنبر، وهذا لم يكن شأنا للنبي عليه الصلاة والسلام، واسأل الشيخ صفوت. فالشيخ صفوت ماذا يصنع في هذا؟ قال له اجلس 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 اسكت.
فأنا أقول الدعوة العامة للمسلمين استنبطت من ماذا؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. هل ورد أن الرسول، سؤالي لك، كان يدعو في صلاة العيد؟ لا. هل نقل إلينا في خطبة رسول الله أنه كان يدعو في صلاة العيد؟ لم ينقل، صحيح كده؟ لكن قال إجمالا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فيدعون بدعائهم ويكبرنا بتكبيرهم. هذا هو، هذا هو لا ما تخافش، أصل المبدع لن يتركك. إن رحت يمين أنت مبتدع، جات في فئة قال سألك كده يختبرك، ما قولك في الإيمان في العمل أصل من الإيمان ولا؟ فالكلام اللي بيخرجوه الأيام دي، الأعمال شرط صحة أو شرط كمال؟ إن قلت شرط كمال أنت 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 مرجع، شو قل شرط صحة أنت خارجي، فأنت على أي حال عندهم لن تسلم. فيعني قل لهم في الأمر تفصيل ويقولون في حكمك أيضا تفصيل. بارك الله فيك. نعم، يعني أحدث المصلي وقت الجمعة وخرج من الصلاة، يعمل أنت؟ ما رأيك أنت؟ اختبر عقلك. يعني أنت الآن تصلي الجمعة، أحدثت، خرج منك ريح، ستخرج من الصلاة ولا تبقى؟ هتخرج. خرجت وجيت، كانوا خلصوا صلى، أنه الصلاة صلى إيه؟ طب خلاص تجاوبت نفسك، أربع صح؟ نعم، قول معاوية وأنا رضي الله عنه. معاوية قال وأنا، ونقلها عن رسول الله، نقلها عن رسول الله. نعم، يا أخي بالنسبة، استرك بالنسبة، هذه بالنسبة لغة الركيكة. لكن لو أنتوا أثناء الخطبة، طيب لو الإمام قنت في نفس الصلاة ورفع يديه، المصلين يعمل إيه؟ قنت الإمام ورفع يديه، أقنط وأرفع يدي، عمل جريمة الإمام؟ الإمام قال يا جماعة احنا فقت نازلة في مصر، كل يوم في قتل، كل يوم في قتل، اللهم احقن دماء المسلمين. هتقول لي أنت إيه؟ أفهمني، أفهمني ماذا ستصنع إذا رفع الإمام يديه وقال في صلاته اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين. أنت هتقول إيه بقى؟ هتترك رفع اليد؟ تقول يا رب أنت يا أخي في استثناء، في دعاء استجد، استجد دعاء، تقول إما مرسلة أو إما مزدلة، يعني هتقف تدعو كده يعني وقول اللهم ارزقنا وادخل. قالوا كده أثناء الدعاء؟ لا صبر. نعم، ماذا عندك؟ ندخل مصطلح، سلينا الآن، بقي 10 دقائق، 5 دقائق.